الرئيسي المطالب اليوم بالانتصار ولا شيء غير الانتصار. يبدو حسب ما شاهدناه في صلب المجموعة مجموعة المنتخب التونسي أن اللاعبين والإطار الإداري والفني التونسي كل شاعر بالمسؤولية وهناك رغبة كبيرة للنجاح. الحكم إذن الرئيسي السيد كيني تيبيلو ينتظر في الوقت الرسمي الساعة 4 بعد الزوال ونفس التوقيت الدولي هنا بوغادوغو العاصمة في هذا الملعب الثاني الملعب البلدي. التحيات من رضا العودي الذي يحييكم مباشرة من هذا الملعب الملعب البلدي. ذكركم أن المنتخب التونسي كان شارك والانطلاق لصالح المنتخب التونسي هذا الشوط الأول وكرة طويلة من زبير بيا في اتجاه فوزي الرويسي اللي نجده اليوم في موقعه المعروف كجناح ورجع السريع عن طريق المنتخب الكونغولي عن طريق اللاعب الخطير كازونغو يوزع وعلي بومنيجي. الكرة الأولى للمنتخب الكونغولي. بسرعة أقول لسادة النظارة أن الطقس اليوم الحرارة دائما موجودة لكن اليوم الحرارة يعني رغم أن المباراة هذه تدور في وقت متقدم معدل الحرارة هنا في بوركينا فاسو تقريبا أقول معدل بصفة عامة منذ وصولي وأنا كنت أول من وصل من مجموعة اتحاد الدول العربية المعدل تقريبا 43 درجة يوميا هذا اليوم والحمد لله هنالك يعني أقول طقس يعني ملائم بالنسبة للمنتخب التونسي يلعب عشية اليوم في هذا الملعب ونتمنى بإذن الله يعني الحرارة لا وجود للرطوبة أذكر بهذا وإن شاء الله المنتخب التونسي يتمكن اليوم من الفوز والبقاء في هذه النهائيات كأس أفريقيا الأمم. تونس التي كانت ترشحت إلى الدور النهائي في نهائيات كأس أفريقيا الأمم بجنوب أفريقيا والجمهور هنا العريض ينتظر دائما في المنتخب التونسي وهنالك تخوف كبير من المنتخب الكونغولي. سنعود إلى كل هذا ونحن نتابع بإذن الله المباراة هذه وهذه إعادة مع تذكير بأن القناة هنا القناة الفرنسية التي تؤمن هذا النقل من هذا الملعب دائما سامي ترابلسي يفتش على المساندة يجدها من زبير بيا كورتو مخطئة يأخذها هيتوتو وليس بهيتوتو الذي كنت تكلمت عنه وكان يحمل رقم 11 والكيتوتو ثاني ويحمل رقم 8 وهو موجود في التشكيلة الأساسية هيتوتو روجي من كيبومبا وتعود إلى كيبومبا يأخذها طارق ثابت اللي والحمد لله أموره طيبة بعد المباراة كان أصيب في آخر مباراة وعلى فوزي الرويسي هذا الهجوم زرع المنتخب التونسي داخل مناطق فوزي الرويسي يفتح عن المساندة يجد أمامه طارق ثابت وكورته لم تكن قوية رد فعل حذري من ردود فعل السريعة من المنتخب الكونغولي. المنتخب التونسي مطالب أنه يتحكم في المباراة هذا الإطار الفني التونسي كاسترزاك البولندي الفرنسي وإلى جانبه علي السلمي وإلى جانب علي السلمي المساعد الثاني وهو المساعد والمختص بتدريب الحراس بالخصوص علي راشد. واللاعب الكونغولي يتلقى دائما في الإسعاف إذا المنتخب الكونغولي الديمقراطي يلعب دائما بعشرة لاعبين فقط ونتمنى للاعب اللي أصيب أنه يعود بسرعة في اتجاه حسان القاسي وتخرج الكرة. حسان القاسي الذي كان قدم مباراة ممتازة وكان تقريبا من أبرز لاعبين المنتخب التونسي في اللقاء الأول أمام المنتخب غانا ومنتخب غانا كانت تفوق على المنتخب التونسي بنتيجة هدفين مقابل صفر. نتمنى أن لا تكون النتيجة هذه قد تؤثر أن هنالك فرق الأهداف المدفوعة والمقبولة الذي يدخل بعين الاعتبار في نهاية المطاف. والمخالفة هنا للمنتخب الكونغولي في التنفيذ قائد المنتخب الكونغولي الديمقراطي سيمبا لاعب له فنية طيبة توتو روجي توتو طويلة في اتجاه كي زومبي ترجع من الشيحي برا ثانية
الشحي هو الآخر اللي جاء مع السيد قدفي، كان قدم مباراة طيبة الأولى وتقريبا ما قلت طيبة يعني مقارنة ببقية الفريق، وأكيد كذلك أدوا السادة النظارة الذين تابعوا لقاء الافتتاح شاهدوا المستوى الممتاز والرائع الذي كان قدمه منتخب غانا اللي لقب مثل ما كنا أشرنا إلى ذلك في الوصف المباراة الأولى بأنه فريق فعلا يفكر بصفة كبيرة في المنتخب البرازيلي. كرة من زبير بيا في اتجاه كاد أن يقوم بهفوة كبيرة المتوسط الدفاع الكونغولي ماتومبا، بالتمان كان يتابع فيه سامي ترابلتي. ومن الملاحظات الكبيرة اللي شاهدناها في اللقاء الأول للمنتخب التونسي هو أن الخطوط الثلاثة خلال اللقاء غانا كانت بعيدة على بعض، هجوم سريع وحذاري من هذا اللاعب رقم 7 6 أمتار كازونغو، أبرز لاعبي المنتخب الكونغولي كازونغو رقم 7 وأيضا سيمبا قائد المنتخب وإيتوتو رقم 8 حتى روجيه إيتوتو حتى نتمكن من المتابعة في أحسن الظروف. ولا ننسى بالطبع متوسط هجوم المنتخب الكونغولي الديمقراطي تونديليا يحمل رقم 9 وهو صاحب الهدف الأول والهدف الثاني أمام من؟ أمام التوغو في اللقاء الأول لهذه المجموعة الثانية، الهدف الأول والثاني لتونديليا كان عن طريق ضربة جزاء أولى، وكانت هناك ضربة جزاء ثانية، والأكيد أن من تابع هذا اللقاء خرج بمعلومات واضحة عنه وهو أنه يقول هذا بكل صراحة المنتخب التوغولي لم يكن يستحق الهزيمة في لقائه أمام منتخب كونغو الديمقراطية. كرة سهلة بالنسبة لعلي بومنيجل، علي بومنيجل اللي يتحمل مسؤولية الهدف الثاني رغم أنه تصدى بنجاعة لضربة الجزاء أمام منتخب غانا، لكن الهدف الثاني قبله بصراحة. عفوا نتمنى أن لا يكون الهدف الثاني يعني هدف عنده قيمة. طارق ثابت في اتجاه سر الدين الشيحي وتمر إلى سيمبا وانطلاق كيموتو ومخالفة فائدته، كيموتو المدافع الأيمن إذن كونغو تفوق في اللقاء الأول أمام توغو هدفين مقابل هدف، في حين المنتخب التونسي انهزم أمام غانا هدفين لصفر. وفي على مستوى الترتيب هذه المجموعة الثانية غانا تتصدر الطليعة بثلاثة نقاط، ولماذا أذكر غانا في البداية؟ لأنه فارق الأهداف 2 إيجابي بالنسبة لغانا، والكونغو بثلاثة نقاط في نفس المرتبة الأولى لكن توضع في المركز الثاني يعني وراء غانا لأن 3 نقاط، لكن فارق الأهداف المقبولة والمدفوعة 1 إيجابي، هدف إيجابي فقط، في حين أن غانا سجلت هدفين أمام تونس ولم تقبل أي هدف. الحرارة والمياه، شرب المياه خصوصا المعدنية هنا لأنه المياه الأخرى يمكن استغلالها في بوركينا فازو نظرا للأمراض المتواجدة هنا، رغم أنه هذا البلد حتى نكون واضحين مع بعضنا ونعطي فكرة للسادة النظارة في الوطن العربي يعني الإخوان في بوركينا فازو الناس فرصة وتصويبة أولى من قائد الفريق وتبقى لصالح المنتخب الكونغولي، وهناك مخالفة لصالح كيموتو، يتقدم بكثرة هذا المدافع رقم 2 كيموتو لمساعدة زملائه في الهجوم. هذه الإعادة كانت الكرة في الأول في اتجاه سيمبا الذي لم يجد إمكانية للتصويب فخير أنه يمرر الكرة إلى كيموتو. ثم في المركز الثالث نجد توغو بصفر من النقاط، وفي المركز الرابع تونس بصفر من النقاط لأن توغو فارق الأهداف المدفوعة والمقبولة 1 سلبي،
وتونس في المركز الرابع، صفر من النقاط صحيح قلت، لكن تحليل سلبي بالنسبه لتونس بالنسبه لفرق الاهداف. والمطلوب اليوم اشير لهذا الانتصار باسم المنتخب التونسي ولا شيء غير الانتصار. نتابع هذه المخالفة، وأدركنا الآن الدقيقة 10 من الشوط الأول، والنتيجة دائما التعادل بدون أهداف، والحكم سيخرج الورقة الصفراء في وجه المدافع المنتخب التونسي متوسط الدفاع فريد شوشان. هذا هو فريد شوشان، والإنذار الأول، وحذاري من الإنذارات لأن المشاركة في النهائيات هذه قد يكون احتسابها في وقت ربما يكون المنتخب بحاجة إلى كامل عناصره. مخالفة يعاد تنفيذها عن طريق نفس اللاعب، وعلي بومنجل تونس والزهير سابقا والكونغو الديمقراطية حاليا، مهدي بن سليمان في حوار مع متوسط الدفاع ماتومبا وتماس صلاح تونس. جاء حسان القابسي وهنالك إشارة لخطة أمتار. تونس الزهير سابقا والكونغو كونغو الديمقراطية حاليا تقابلا في مناسبة واحدة في الأدوار النهائية للكؤوس الإفريقية للأمم في الدور الأول سنة 1994 بتونس. تونس كونغو الديمقراطية هدف لهدف كانت النتيجة النهائية لهذا اللقاء في الدور الأول، وهدف كونغو الديمقراطية كان سجله لومبو في الدقيقة 56، في حين كان سجل هدف المنتخب التونسي فوزي الرويسي الذي نجده اليوم ضمن التشكيلة الأساسية عن طريق ضربة جزاء. وهجوم في راس الدين السيحي وتصويبة قوية لكن بعيدة كل البعد على مرمى كومبي. نتمنى أن نشاهد العديد من التصويبات لأننا في اللقاء الأول أمام غانا لم نلاحظ وجود التصويبات من بعد. كانت هنالك فرص للمنتخب التونسي لكن التصويبات كانت يعني الغائب البارد. بالطبع تونس والزهير سابقا كان تقابلا في لقاءات اخرى تهم تصفيات كاس العالم ومباريات وديه، لكن اعتبرنا فقط اللقاء في الادوار النهائيه لكاس افريقيا للامم، في حين تقابلا في مناسبه واحده كذلك المنتخب التونسي امام كونغو الثانيه، ليست بكونغو الحالي وهو كونغو الديمقراطيه التي كانت تسمى سابقا الزهير. الزهير سابقا كان فاز في مناسبتين بلقب كأس أفريقيا الأمم، كان ذلك عام 1968 في بأثيوبيا في الدور النهائي كان تقابل مع المنتخب الغاني، وفرصة لصالح المنتخب التونسي فوزي الرويسي وتعود من الدفاع سامي الترابلسي. طويلة ولا يستفيد منها كرة رياض البوعزيزي. خالد بدرة شوشان شاحي حسن القبسي. خالد بدرة بن سليمان يطلب الكرة، وبن سليمان في المنطقة التي يريدها مهدي بن سليمان ضربة جزاء لصالح المنتخب التونسي، ضربة جزاء في الدقيقة 14 في وقت مناسب، قلت المكان الذي يحبه مهدي بن سليمان، طلب الكرة أشار إلى زميله والأعلام التونسية الراية التونسية موجودة، والمنتخب التونسي إذن عن الإعادة. شاهدوا المدافع رقم 5 ماسك رجل مهدي بن سليمان اللاعب المحترف، شوفوا مهدي بن سليمان وتثبتوا جيدا، يعني المخالفة واضحة ولا غبار عليها. والحكم الأثيوبي السيد تيبو بوكيني يعلن عن ضربة جزاء بعد 15 دقيقة لعب من هذا الشوط الأول من هذا اللقاء الثاني.
لهذه المجموعة الثانية، وكأني بفوز الرويسي وهو حامل الكرة ويتذكر ضربة الجزاء التي نفذها أمام نفس المنتخب الزعيري آنذاك في تونس عام 1994 عندما نظمت الأدوار النهائية لكأس أفريقيا الأمم بتونس، وكان تمكن من تسجيل الهدف الوحيد للمنتخب التونسي، وكانت النتيجة قلت شرط في الدور الأول هدف لهدف بين تونس والزعير، وفوزي رويسي يتقدم وترجع الحارس. غريبة إن نجح في المرة السابقة فوزي رويسي فإنه لم يتمكن الآن في هذه المباراة من النجاح مع الأسف. وإذا بعد 15 دقيقة لعب ضربة جزاء أهدرها فوزي رويسي، نتمنى أن لا يتأثر فوزي رويسي وأن لا يتأثر المنتخب التونسي بإهدار ضربة جزاء هذه، بالطبع لها وزنها في مباراة مثل هذه، مطالب المنتخب التونسي أن يفوز بها. والمدرب البولندي الفرنسي أوري كاسبار زاك يخرج من منطقته، شفتوا كرة زبير بيا عادت له لكن من زاوية صعبة بالنسبة لي نوعا ما، وكانت سهلة بالنسبة للحارس. الحارس توكالا نكومبي، توكالا نكومبي اللي تصدى لهذه ضربة الجزاء، هو اسمه الكامل بولان توكالا نكومبي، 24 سنة، حارس نادي فيتا كلوب. إن شاء الله المنتخب التونسي ما يتأثرش بهذا الهدف اللي ضاع عليه، يعني كانت المباراة تصير في مسلك ممتاز. تبقى الكرة لصالح المنتخب الكونغولي الديمقراطي، حذرين من المخالفات داخل المنطقة، والكرة دائما لصالح المنتخب الكونغولي ومخالفة ضد المهاجم متوسط الهجوم تونديليا ولفائدة سامي الترابلسي والدفاع التونسي. يفكر أكيد المتابع الفني التونسي في ضربة الجزاء. زوبير بيا وال بابوبا اللي يحمل رقم 19، شاهدناه في اللقاء الاول كان يلعب اكثر في خط الوسط، اليوم مباشرة يعني يرجع للدفاع وكأني به يعني تقريبا يكون تكملة على مستوى وسط دفاع كونغو ديمقراطية، يغير الاتجاه. وطيبة من حسن القبسي تكل الكرة، وحسن القبسي مهدي بن سليمان، مهدي بن سليمان في على اليمين، وطيبة جدا من حسن القبسي، لكن هنالك اعتبر أن هنالك مخالفة، الحكم الأثيوبي يمسك بأمور المباراة لحد الآن كما يجب. تدخل حسن القبسي، كيبونغوي طويلة تعود إلى هيتوتو، وقائد المنتخب هذا اللي قلت عنده فنيات كبيرة، منتخب كونغو ديمقراطية القائد شريفه. ثم كيبومبا يوزع، كيبومبا تعود من خالد بدرة الشيحي، حسان القابسي في حوار ويحافظ على كرته، حسان القابسي وخرجها كما يجب لزبير بيا، زبير بيا يلوش في المساندة في اتجاه حسان القابسي، حسان القابسي وتمشي لوسط الدفاع بالتحديد إلى كيزومبي. مخالفة فائدة كونغو ديمقراطية، روجيه توتو يترك الكرة إلى زميل متوسط الدفاع، في التنفيذ كيبونغوي خالد بدرة، هو التماس لصالح كونغو ديمقراطية. تمر الكرة من سامي الترابلسي، تعود
خلد بدرة طويلة في اتجاه الدفاع الكونغولي. سبونغوي طرق ثابت وخط الوسط لفائدة المنتخب الكونغولي حاليا. عذاري كيبونغوي شاحي وروجي توتو في التماس لصالح المنتخب التونسي. كنت منذ حين جيت نحكي على المنتخب الزاير سابقا كونغو ديمقراطي حاليا، قلت فاز في مناسبتين بلقب كاس افريقيا الامم، كان اللقب الاول عام 1968 باثيوبيا، الدور النهائي كان جمع الزاير انذاك بالغانا، هدف لصفر، الهدف الوحيد جاء عن طريق كلالا. هنا الشاحي في اتجاه بن سليمان، مهدي بن سليمان ثم يحاول التوزيع والتوزيعة مخطئة ستعثر لصالح كونغو الديمقراطية. الدور النهائي إذا عام 68 تمكن الجزائر من الفوز أمام غانا بنتيجة 5-0، الهدف الوحيد في المباراة التالية جاءت عن طريق كلالا. واللقب الثاني لكأس أفريقيا للأمم كان عام 1974، حصل ذلك في القاهرة خلال الدور النهائي، تقابل آنذاك المنتخب الزائري بالمنتخب الزمبي، والانتصار كان للزائر بنتيجة 2-0. في الواقع الفترة الممتازة للكرة الزائرية موعدها نهاية الستينات وبداية السبعينات، حيث فازت باللقبين القاريين وأيضا ترشحت خلالها لنهائيات كأس العالم لكرة القدم، ألقاب عديدة كذلك على مستوى الأندية الزائرية في تلك الفترة، المزدهرة عن طريق أنجلبرت الذي كان أبرز نادي على الإطلاق في الزائر، الذي كان فاز بلقب كأس أفريقيا للأندية البطلة سنة 1967. هذا توزيع حسن القاسي على الطائر، كرة من طرق ثابت، مع الأسف كرة أخرى في الدقيقة 21 لصالح المنتخب التونسي. توزيعة ممتازة من طرق ثابت واختطاف الكرة طيب كذلك من حسن القاسي من زاوية ثانية، الإعادة وقريبة جدا من القائم الأيمن للحارس كومبي. طويلة تتجه فوزي الرويسي، و ماتومبا طويلة منه. التوقيت أمامكم 21 دقيقة لعب في الشوط الأول بين تونس وكونغو الديمقراطية، وافتكت الكرة من خالد بدرة، والنتيجة دائما التعادل بدون أهداف بين المنتخبين التونسي والكونغو الديمقراطية، مع التذكير بأن المنتخب التونسي كان أضاع ضرب الجزاء عن طريق فوزي الرويسي، تصدى لها مع الأسف الحارس كومبي. تحذير إلى روجي هيتوتو، إلى كيزومبي، يفتش على المساندة لم يجدها وتضرب الكرة في رأس فريق شوشان. بوعزيزي، إلى متوسط الدفاع كيبونغوي، ثم بابوبا وطويلة علي بوميجن. بإمكان المنتخب التونسي أنه يفوز في هذا اللقاء، هذا ما يمكن أن نحكم به تقريبا بعد 22-23 دقيقة لعب خلال الشوط الأول، لكن على المنتخب التونسي أنه يأمن بهذا. لاحظنا أنه خلال الحصة التدريبية البارحة المنتخب التونسي هناك إصرار كبير من كامل اللاعبين، وإن شاء الله يتجسد ذلك على الميدان، لكن حذري من هجوم المعاكسة خصوصا عن طريق هذا اللاعب كازونغو. يعود بالكرة إلى كيموتو، يوزع كيموتو، طارق ثابت تمر منه الكرة إلى كيمومبا والتصويب الجانبي. أول فرصة قوية والثاني حالة تسجيل لكونغو الديمقراطية عن طريق سيمبا. شوفوا التحذير من كيمومبا وروجي، هيتوتو. قلت ثلاثي الخطير في المنتخب الكونغولي الديمقراطي هو هذا، رقم 8 ورقم 10 ورقم 7. يجب على المنتخب التونسي وكذلك الإطار الفني أنه يشاهد هذا جيدا ويعطي توصياته في الشوط الثاني خلال فترة الاستراحة بالطبع. طرق ثابت
فوزي الرويسي يطلب الكرة طويلة لكن سهلة بالنسبة للحارس. قلت الفترة المزهرة للكرة الزائرية هي نهاية الستينات وبداية السبعينات على مستوى الأندية. قلت انجلبرت الفريق كان فاز بأول كأس أفريقية الأندية البطل عام 67 ثم 68 ثم جاء دور فيتا كينشاسا عام 73 وعودة الفوز بالألقاب الأفريقية جاءت في بداية الثمانينات عن طريق مازومبي الفريق مازومبي الذي كان فاز بلقب كأس أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس. وأخيرا عام 1994 كان الانتصار على مستوى الأندية عن طريق موتيمبا بيمبي الذي أحرز كأس أفريقيا الأندية الفائزة بالكؤوس بدوره وفرصة. لكن هناك تسلل واضح وهناك إنذار بدون شك لأن الحكم كان أشار إلى التسلل وأعلن على التسلل بإشارة من مساعده. والإعادة أمامكم بالطبع يقع اعتماد التسلل وراية الحكم المساعد واضحة عند انطلاق الكرة. موقع اللاعب الذي يطلب الكرة موقعه في بالتحديد في نفس موعد خروج الكرة من رجل زميله. زبير بايا يفتش عن المساندة هذا ويرجع بالكرة شاحي وتمر إلى الدفاع ثم ماتومبا وتقدم كيزومبي ياخذ الكرة الشاحي زبير بايا ياخذها خالد بدرة طويلة للجهة اليسرى وخالد بدرة يحكي مع زميله يقول له لابد أنك تكون جاهز للكرة مثل هذه. وخالفة لصالح المنتخب الكونغولي. قلت موتيمبا بيمبي فريق كان أحرز كأس أفريقيا الأندية الفائزة بالكؤوس واللي نزمت مباراة الفاصلة أحرز على الكأس الأفريقية الممتازة أمام ممثل تونس آنذاك الترجي التونسي. في الفترة الحالية بالنسبة للكرة في الكونغو الديمقراطية هي إعادة تنظيم البيت ونستغل وقوف الكرة إذن وإصابة اللاعب اللي سيتم إخراجه من الميدان والجماهير كنت تشاهدوا فيها الكونغولية. قلت في الفترة الحالية إذن للكرة في الكونغو الديمقراطية إعادة تنظيم البيت من الداخل والابتعاد عن الفوضى اللي عرفتها الكرة في الزاير وذلك بإعادة بناء البيت على قواعد صحيحة مثل ما كان أكد ذلك وزير الشباب الكونغولي الذي قال بالحرف الواحد بأن مشاركة المنتخب الكونغولي الديمقراطي في نهائيات كأس أفريقيا الأمم ببوركينا فازو هي مشاركة للمشاركة فقط في انتظار إعادة البيت على أسس صحيحة. هذا هو تصريح الوزير الكونغولي للشباب. وحاليا أذكر بأن الكونغو في رصيدها 3 نقاط في المباراة الأولى وإلى حد الآن مع أن انتصرت على التوغو وإلى حد الآن نقطة مع أن النتيجة التعادل إلى حد هذه الدقيقة ونحن نقترب من الدقيقة 30 وهذا الحكم المعوض وهو السيد يان ماكلويد من جنوب أفريقيا الذي كان أدار لقاء المنتخب التونسي ومنتخب غانا وتحذير تصويبة تمر لكن سامي طرابلسي طيبة وفريد شوشان مهدي بن سليمان في اتجاه زبير بايا حسن الجابسي قبل أن تخرج الكرة يراوغ حسن وفي اتجاه زبير بايا تصويبة ما زالت الكرة شيحي بوعزيزي والحارس فرصة أخرى تضيع المنتخب التونسي بعد 29 دقيقة لعب استقبل الكرة زبير بايا وصوب لكن مع الأسف كان مدافع كيموتو متواجد كان أمامه. مع الأسف كرة ثانية ذهبية تضيع المنتخب التونسي. نذكركم أنه أضاع المنتخب التونسي ضربة جزاء ثم هذه فرصة ثمينة أيضا لعلي وإن شاء الله المنتخب التونسي ما يبقاش يتحسر على هذه الفرصة الضائعة. نقول هذا
لماذا؟ لأن الانتصار اليوم قد يعيد الأمور إلى نصابها بالنسبة للمنتخب التونسي في هذه النهائيات. زبير باير المنتخب التونسي قاعد يلعب كما يجب. مهدي بن سليمان وافتكاك الكرة وتباسي صالح كونغو ديمقراطية كيموتو دارة الإطار الفني والطبي التونسي في حين يخرج كيموتو للتداوي خارج الميدان. هذا أمامكم يحمل رقم 2 واسمه الكامل كيموتو أوكيتونكوي. النتيجة بيضاء إلى حد الآن بين المنتخبين التونسي والكونغولي. والبارحة منتخب بوركينا فازو الذي كان تفوق على المنتخب العربي الآخر المشارك في النهائيات منتخب الجزائري اللي مع الأسف سيغادر سباق نهائيات كأس أفريقيا الأمم من الدور الأول. أقول مع الأسف لأننا كنا ننتظر في مشاركة طيبة للمنتخب الجزائري له العديد من اللاعبين المحترفين المنتخب الجزائري. صحيح أنه أغلبهم لا يشارك مع المنتخب مع الفرق الأوروبية التي ينتمي لها. حسن جابسي يمرر كرة طرق ثابت إلى مهدي بن سليمان والهدف الأول لصالح المنتخب التونسي والهدف الأول لمهدي بن سليمان. والحمد لله الإصابة الأولى في 31 دقيقة لعب. مهدي بن سليمان يتلقى كرة ممتازة ويفتتح النتيجة لصالح المنتخب الوطني التونسي أمام المنتخب الكونغولي. والراية التونسية موجودة وأحباء المنتخب التونسي يعبرون عن فرحتهم بهذا الهدف لأنه أتى بعد فترة. يعني كان المنتخب التونسي شوف حسن الجبسي افتكاك كرة ممتاز وطرق ثابت ممتاز بالتمريرة هذه ومهدي بن سليمان كان أيضا رائع وافتتاح النتيجة لصالح المنتخب التونسي. تصبح النتيجة هدف لصفر. ومن زاوية ثانية شاهدنا كيف لمس الحارس كومبي الكرة باليد وموقف الحكم الممتاز لحد الآن الأثيوبي السيد تيبي بو كيني. والهدف الأول لتونس التي تصبح متقدمة بعد 31 دقيقة لعب بالضبط من الآن في هذا الشوط الأول. وتونس تنتصر الآن بنتيجة هدف مقابل صفر. صار يتدعم هذا الانتصار أكثر لأن يعني الفارق قلت عنده وزن كبير في هذه اللقاءات. هناك تخوف كبير في الواقع من المنتخب الكونغولي الديمقراطي ويعني من المنتخب التونسي لأنه سمع الكثير عن إعادة البيت اللي وقعت في تونس. ومهدي بن سليمان يحاول المرور وتخرج الكرة تمس صالح المنتخب التونسي. مهدي بن سليمان وهو المحترف الوحيد إلى جانب زبير بيا ينتميان إلى نفس الفريق فريبور. وهذا علي السلمي المدرب التونسي المساعد في يواجه في اللاعبين في موقعهم على مستوى الملعب لأنه واضح بالنسبة للإطار وبالنسبة للمتفرجين أن هنالك سيطرة للمنتخب التونسي وهناك إمكانية تسجيل العديد من الأهداف. وإن شاء الله المنتخب التونسي لا يتراجع مردوده خلال الشوط الثاني لأنه رغم أنه قلت اليوم الحرارة مش كيف العادة يعني أقل من العادة باهية من توجيه الروسي. استماتة لافتكاك الكرة وهذا ما يجب أن يكون متوفر وتمر مباشرة الكرة إلى الحارس كومبي. قلت اللقاء الأول لكونغو ديمقراطية أمام التوغو بكل أمانة لم يستحق المنتخب الكونغولي بالمرة التفوق على المنتخب التوغولي. وأكيد أنكم شاهدتوا الذي شاهد منكم المباراة ويعرف قوانين الكرة جيدا يعني يعرف الملاحظة هذه لماذا وكيفية لعب المنتخب التوغولي في اللقاء هذا
المنتخب التوجولي اللي كان بامكانه الخروج به على الاقل بنتيجه التعادل. ذكر انا توجن هزمت بنتيجه هدفين مقابل هدف، وستتقابل اليوم في لقاء صعب مع ابرز منتخب شاهدناه لحد الان في هذه النهائيات، نهائيات كاس افريقيا الامم، وهو منتخب غانا اللي ترك انطباعات جد كبيره هنا. تمشي الكره الى فوزي الرويسي بوعزيزي زبير بيان، طويله من زبير بيان في اتجاه مهدي بن سليمان وخروج الحارس كومبي كي بومبا كيتوتو خالد بدرة طارق ثابت. طيب مردوده لحد الان طارق ثابت، وايضا حسن الجابسي مردود المنتخب التونسي مقارنة بالمباراة الأولى أحسن بكثير. طبعا هنالك فرق كبير بين المنتخب قلت الغاني اللي لحد الآن يبقى أبرز منتخب شاهدناه لحد الآن، وبدرجة أقل هنالك منتخبات ثم مخالفة يعني عليها الحكم الأثيوبي لفئة كونغو الديمقراطية، هنالك أيضا منتخب الكوت ديفوار، وهنالك جنوب أفريقيا، وايضا البوركينا فازو المنتخب اللي بتفوقه البارحه على الجزائر واللي كان انهزم وذكركم في المباراه الافتتاحيه امام الكاميرون نتيجه 5-0، رغم انه منتخب بوركينا فازو ترك انطباعات طيبه امام الكاميرون خصوصا خلال الشوط الثاني، وكان بامكانه التعديل وكان بامكانه حتى التسجيل. وتروجي المدرب الفرنسي الذي يشرف على منتخب بوركينا فازو فريد شوشان يخرج كره من مناطق المنتخب التونسي، و زبير بيا في اتجاه زبير بيا كانت من فوزي الرويسي، وتمر الكرة تمر لصالح الكونغو وتصويبها وهدف التعديل. هدف التعديل بعد 26 دقيقة لعب، هدف التعديل بعد 36 دقيقة لعب عن طريق المدافع الأيمن. قلت يقدم كثير المدافع الأيمن وهو كيموتو، كانت بحثة على مستوى الدفاع التونسي، ومع الأسف يأتي هدف التعديل اللي يعيد كل شيء من البداية، والجماهير المساندة للمنتخب الكونغولي الديمقراطي وفرحة المدرب أيضا ديولو واتوندا مدرب المنتخب الكونغولي اللي كان لاعب وعرف الكثير تصويبة. شوفوا قائد الفريق وعودة الشيحي تضرب الكرة وتمر الى الجهه اليمنى يعني على الجهه اليسرى من دفاع المنتخب التونسي، وكيموتو يعدل النتيجه بعد 36 دقيقه لعب. تصبح النتيجه هدف لهدف. زبير بيا ومخالفه لصاحب المنتخب التونسي، لان الحكم يقول الحكم اللعب يتواصل لا وجود لمخالفه، وبالطبع كيبمبا كل شيء يعود من حيث بدا. ومعليش مرة أخرى نقول معليش، لأنه بإمكان المنتخب التونسي الانتصار في هذا اللقاء إذا عرف كيف يحافظ على هدوء أعصابه. إذا التوقيت أمامكم، دخلنا واقتربنا من الدقيقة 37 في حين نشاهد في هدف التعديل من زاوية ثانية تسويبة كيموتو تغلب الحارس علي بومليجن. مخالفة ضد المنتخب الكونغولي الديمقراطي، مرة أخرى نتمنى أن الهدف هذا لن يؤثر على المنتخب التونسي، ونلك مخالفة أخرى ضد روجي هيتوتو. التساؤل والحيرة. زبير بيا مخطئ تنفيذ المخالفة وافتكاك الكرة من رجلي توتو ثم فريد شوشان. علي بومليجل طويلة مهدي بن سليمان وصاحب هدف التعديل كيموتو. سامي ترابلسي الشاحي زبير بيا فما فوزي الرويسي يطلق الكرة، فوزي الرويسي ثم لمسة يد
هنالك لمسة يد أشار عن لمسة يد الحكم المساعد اللي كان رفع رايته فوزي رويسي الذي لم ينجح مع الأسف في تحويل ضرب جزاء في الدقيقة 15 إلى هدف لصالح المنتخب التونسي. لكن رغم هذا تمكن المنتخب التونسي من العودة في اللقاء عن طريق هدف نادي بن سليمان أثر عمل ممتاز قام به حسان القابسي وطارق ثابت، وكرة مهدي بن سليمان كانت غلطة بامتياز الحارس كومبي. ثم خمس دقائق فقط بعد تمكن كيموتو من تسجيل هدف التعديل. دخلنا في الخمس دقائق الأخيرة من هذا الشوط الأول، وسهل الكرة لعلي بنليجل في اتجاه مهدي بن سليمان طيبة منه في اتجاه زبير بيا. ثم حسن القابسي يطلب في الكرة، توجه له الكرة وهنالك مساندة من طارق ثابت. طارق ثابت تصل له الكرة، اخراج كرة فوزي رويسي، الى الشيحي، والشيحي الى مهدي بن سليمان، منطقة مهدي بن سليمان توزيع، لكن هنالك فيه اربعة ستة مدافعين والحارس كومبي كان ربما على المهدي بن سليمان المعروف بالمراوغات نتاعو انه يحاول المراوغة هو الدخول في منطقة منتشمات المنتخب الكونغولي الديمقراطي. فكرة التمرير طيبة لكن هنالك تفتن كيمومبا وممتازة من سيمبا، التمريرة في اتجاه كيموتو الذي يطلب الكرة بامتياز ومرة أخرى من نفس الجهة، لكن ممتازة افتكاك الكرة من خالد بدرة عن طريق الجناح كازونغو. الجهة اليمنى خطيرة بالنسبة للمنتخب الكونغولي وهو مخالفة ضد روجي هيتوتو. والإنذار الثاني في هذا اللقاء، شاهدنا الإنذار الأول كان للمنتخب التونسي لفريق شوشان في بداية الشوط، فوزي الرويسي ويتحصل على ركلية الاستماتة والحصول على الكرات، ومن الأعماق بالطبع نتمنى لبقية المنتخبات العربية المشاركة في هذه النهائيات أن تتحصل على نتائج إيجابية وأن تتقدم للدور الثاني والأدوار الربع النهائية. في التنفيذ زبير بيا تمر الكرة لكن تعود أمام طارق ثابت لليمين، طارق ثابت طويلة وتخرج تماس، وهنالك تشجيع من زبير بيا لزملائه والتساؤل واضح على البولندي الفرنسي وعلى مساعد علي السلمي وكذلك مساعد علي راشد. طارق ثابت فريد شوشان في التغطية على مهدي بن سليمان، يوزع المهدي بن سليمان وبإمكان نعرف جيدا أن الحكم من موقع تعليق أو من متفرج يبقى أمام التلفزيون أو حتى في الملعب يكون الحكم سهل، لكن فوق الميدان أمور والأشياء تتغير. لكن بصراحة هناك إمكانية بالنسبة للمنتخب التونسي أنه يتفوق في هذا اللقاء، وبالإمكان الإضافة أنه بسهولة أنه يتسر، لكن المنتخب الكونغولي يقود هذا الهجوم ويتحصل على مخالفة. وهناك إنذار آخر لخالد بدرة الآن، خالد بدرة وإنذار، الإنذار الثاني بالنسبة للمنتخب التونسي، في حين هناك إنذار وحيد للمنتخب الكونغولي لحد الآن هيتوتو روجي. هذا هو خالد بدرة اللي اليوم صاحبة فوزي رويسي يتم إقحامهم ضمن التشكيلة الأساسية. شاهدنا بقلة الوصول، وصول الكرة إلى كيزومبي للجهة اليسرى، كل الكرات تقريبا في الجهة اليمنى، وفريد شوشان باهم شوشان وتنسي صلاح تونس. الدقائق الأخيرة من هذا الشوط الأول والنتيجة التعادل هدف لهدف بين المنتخب التونسي ومنتخب كينغو الديمقراطي. طارق ثابت
سيدي حسن الجبسي. حسن الجبسي. حسن الجبسي وهنالك تغطية ومخالفة ضد حسن الجبسي حسب إشارة مساعد الحكم. مساعد الحكم الجنوب الافريقي سالي أشمات. هو المساعد الثاني، المساعد الأول هو سالي، مساعد أول عفوا سالي أشمات، حين المساعد الثاني هو أجوزي هيجا بالبنين. وفرصة للمنتخب التونسي، فوز الرويسي، فوز الرويسي، وكرة ضيع. غير معقول أن يضيع المنتخب كرة مثل، وأنا أشاهد في أوريكا سبارزاك غادر مكانه على البنك، لأنه كرات مثل هذه غير مقبول أن يتم إذاعتها. تعود الكرة لكونغو الديمقراطية، يعني عندما أشرت وقلت أن بإمكان المنتخب التونسي يتفوق في هذا اللقاء، واضح واضح أنه يمكن يتفوق. وتصويبة جانبية، تصويبة كازونغو، هذا هو كازونغو لاعب رقم 7، يعني كازونغو 23 سنة فقط، وهو الآخر ينتمي إلى نادي فيتا كلوب. يشير، شوفوا الكرة متاع فوزي الرويسي، ابتعد من المدافع لكن المدافع كان لصيق له، وتمكن مرة أخرى المدافع أنه يأخذ الأسبقية على مهاجم تونسي. بعض الثواني لنهاية هذا الشوط الأول، والنتيجة هدف لهدف. ونتمنى من الأعماق المنتخب التونسي تفوق، لأنه بإمكانه هذا. كرة أخرى في اتجاه زبير بيا، زبير بيا، ثم تصويبة قوية وممتازة ولو أنها جانبية. اختطاف كرة من حسن الجبسي، هذا اللاعب اللي مردوده طيب، ولو أنه تصويبة بتاعه لم تكن ملآنة كما يجب في الرجل، لأنه الطريقة متاعه متاع التصويب لم تكن موافقة 100%، لأن لو كان اتجاهه واتجاه جسمه في اتجاه المرمى لكانت الكرة تصيب المرمى، أو يكون بالطبع هناك رد فعل الحارس على كرة. المحاولة كانت طيبة، وإن شاء الله المهاجمين ولاعبي وسط المنتخب التونسي افتكاك كرة من حسن الجبسي ومخالفة ضده، وخالفة ضده والفائدة في الانذار، وهذا هو الانذار الثالث لحسن الجبسي. الفائدة في محاورة الحكم، لأنه بالطبع هنا يعتبر أن لا وجود لمخالفة، لما دام الحكم أشار إلى مخالفة هذه الانذارات الورقات الصفراء تكون، يكون حسابها قلت في وقت أخرى، يعني يندم عليها اللاعب. بالطبع هو فوق الميدان ويكون يجري ويكون قدم مردود ويشوف، يشاهد نفسه أنه بإمكانه الانتصار وأنه لم يتمكن، خصوصا هناك محاولة وتصويبة بعيدة كل البعد عن مرمى علي بومنيج. دخلنا في الوقت بدل ضائع لهذا الشوط الأول، والتذكير بالنتيجة هدف لهدف، مع التذكير أن المنتخب التونسي أهدى ضربة جزاء في الدقيقة 15، ثم مهدي بن سليمان تمكن من افتتاح النتيجة لصالح المنتخب التونسي. وخمسة دقائق بعد في الدقيقة 36 كيموتو عدل النتيجة، وأتيحت العديد من فرص المنتخب التونسي لم تتحول إلى أهداف أخرى. حاليا هجوم عن طريق سيمبا، و رياض أبو عزيزي الشحي. وفي هذه الآونة بالضبط يعلن الحكم الإثيوبي الذي يقود هذا اللقاء، يشير إلى نهاية هذا الشوط الأول بنتيجة تعادل الهدف لهدف. مهدي بن سليمان دقيقة 31، 36 دقيقة لعب كيموتو، أي 5 دقائق فقط بعد يتمكن من تعديل النتيجة. سيدتي وسادتي في الوطن العربي، شكرا على المتابعة، مع أجمل تحيات رضا العودي من فريق الموحد الاتحادي لعبة الدول العربية، وإلى اللقاء عند انطلاق الشوط الثاني بإذن الله. سيدتي ونسي سادتي في الوطن العربي، أهلا وسهلا بكم. قبل
على انطلاق الشوط الثاني. والتغيير الوحيد امامكم زياد التمثالي الذي يحمل رقم 21 يدخل في صفوف المنتخب التونسي في بداية هذا الشوط الثاني مكان لاعب فوزي الرويسي الذي لم يسعفه الحظ في الشوط الأول. فوزي الرويسي كان أهدر ضرب جزاء في دقيقة 15 من الشوط الأول وأتيحت له فرصة ثانية سالحة للتسجيل لصالح المنتخب التونسي. وهذا التغيير الوحيد رقم 17 إيميكا إيزنغا أخذ مكان رقم 8 هيتوتو الذي أنذر في حين هناك ثلاثة لاعبين تم إنذار المنتخب التونسي خلال الشوط الأول، خالد بدرة وفريد شوشان وحسن القرسي، واللاعب الوحيد الذي أنذر في صفوف المنتخب الكونغولي هو روجي هيتوتو. إذا رجال عودي سيدتي وسادتي في الوطن العربي يجدد لكم التحية وانطلاق الشوط الثاني لصالح المنتخب الكونغولي الديمقراطي. النتيجة هدف لهدف في الشوط الأول، بازي بن سليمان في الدقيقة 31 أزر التمريرة من طارق ثابت وعمل من حسن القرسي اللي قدم شوط أول ممتاز، وأيضا الهدف الوحيد بالنسبة لكونغو ديمقراطي عن طريق كيموتو الذي عدل النتيجة في 36 دقيقة لعب. زبير بيا ما شاهدناه خلال الشوط الأول هو إهدار ضربة الجزاء و توكالا نكومبي كان متواجد للتصدي لضرب الجزاء، ثم للفرص السارحة للتسجيل للمنتخب التونسي التي أهدرت على مستوى ضرب الجزاء. لابد من التدريب لتحويل هذه ضربة الجزاء، وبالطبع هنالك غياب كبير اسكندر الصويح المتغيب البارز في المنتخب التونسي بسبب إصابة كان تعرض لها في اللقاء الدولي قبل الأخير الذي أجري في تونس أمام منتخب يوغوسلافيا. مخالفة تعود عن طريق طارق ثابت وافتكاك الكرة بالرأس من سيمبا يوزع وتمشي الكرة إلى إيميكا الذي دخل منذ حين، وتحذير للتصويب وتصويب من بعيد سمع حسين القابسي في اتجاه كيبان باب مجددا، ثم كيزومبي والهجوم دائما لصالح المنتخب الكونغولي الديمقراطي، تحذير التصويب والتصويبة بعيدة من سيمبا بعيدة على مرمى حارس المنتخب التونسي علي بومبيجن من زاوية ثانية وزاوية أخرى في الواقع تصويبة. الطقس ملائم ل إجراء مباراة كرة قدم، الحرارة يعني تكاد تكون طيبة، تمريرة طيبة وتوزيع طيب باتجاه التمثالي، بدأت الكرة مهدي بن سليمان فرصة لصالح المنتخب الوطني التونسي، مهدي بن سليمان والدفاع مساعد حكم يشير إلى 6 أمتار على أساس أن الكرة تعدات الخط النهائي. هذه التوزيعة وتدخل المدافع، لكن مساعد الحكم كان في موقع يسمح له أنه يشاهد الكرة، يعني تجاوز حتى الخط النهائي. وافتكاك كرة طيب من فريد شوشان، هايلة من حسن القرسي إلى فريد شوشان في اتجاه مهدي بن سليمان، والمنتخب الوطني التونسي مطالب بالانتصار في هذا اللقاء ولا شيء غير الانتصار. وستة أمتار مجددا للصالح المنتخب الكونغولي الديمقراطي. وأذكر سادة النظارة في الوطن العربي الذين يتابعون معنا هذا النقل المباشر لهذه المباراة الأولى لهذا اليوم وهذه الجولة اليوم الجولة الثانية، وفي اختطاف الكرة عن طريق توكالا نكومبي كنت تشاهدوا في قيس الغضبان لاعب وسط المنتخب التونسي يقوم بحركة تسخينية على حافة الميدان
للدخول في تشكيلة المنتخب التونسي، وسيكون التغيير الثاني في صفوف المنتخب التونسي. الإدارة الفني أكيد أنه تحدث مع اللاعبين ووجه لهم النصائح، خصوصا وأننا نعرف اليوم المباراة الثانية لهذه المجموعة في حدود الساعة 8 ليلا بالتوقيت العالمي وهو التوقيت المحلي هنا ببوركينا فازو، مع الإشارة إلى أن سد النظارة بإمكانه متابعة اللقاء الثاني الذي سيجمع أنغولا بناميبيا انطلاقا من الساعة 6 بالتوقيت الدولي وفي ملعب بوبو ديولاسو. بين أنغولا وناميبيا في بوبو ديولاسو المدينة التي تبعد 350 كيلومتر على واغادو، وهذه إعادة للمخالفة. ثم المباراة الثالثة لهذا اليوم في 8 ليلا بالتوقيت الدولي أو التوقيت المحلي، غانا وتوغو، وغانا كانت فوق على تونس بنتيجة 2-0، وتوغو كانت انهزمت أمام هذا المنتخب كونغو الديمقراطي بنتيجة 2-2. معنى هذا أنه انتصار اليوم المنتخب التونسي إذا يحصل أمام منتخب كونغو الديمقراطية ستكون نتيجة إيجابية وإيجابية للغاية. هجوم لكونغو الديمقراطية وفريد شوشان أمام كيزومبا، وتمثل حتى هو قيس الغضبان اللاعب الذي تم استعماله كذلك كاحتياطي خلال اللقاء الأول أمام غانا، دخل مكان طارق ثابت في اللقاء الأول والإنذار الثاني هنا في تشكيلة المنتخب الكونغولي للاعب كازونغو رقم 7 كازونغو الأول الذي كان أنذر في صفوف كونغولي المنتخب الكونغولي الديمقراطي هو روجي هيتوتو الذي غيره المدرب الكونغولي، تذكر اسمه يولو واتوندا. توزيعة وتخرج كرة 6-4. قلت على مستوى إهدار ضربات الجزاء يجب التحذير كما يجب لتنفيذ ضربات الجزاء وأيضا للفرص السانحة للتسجيل، لأن المباراة يعني تكون سهلة وتكون بإمكان المنتخب أو فريق أن يفوز بها وتهدر خلالها الفرص، يعني تصبح نتائجها لا قدر الله سلبية على الفريق أو المنتخب. شاهدنا البارح على مستوى التحكيم هنالك هفوات واضحة، ولو أنه حتى الهفوات التحكيمية عندها تأثير في بعض المباريات التي شاهدناها لحد الآن على بعض المنتخبات، هجوم لصالح كونغو الديمقراطية وهجوم خطير وطيبة من خالد بدرة، طيبة من خالد بدرة الشيحي في اتجاه حسان القابسي، ثم خالد بدر يطلب الكرة ويتلقاها ويحاول الخروج بالكرة يتحصل على تمت دفاعته. قلت ضربة الجزاء مثلا التي أعلن عنها الحكم الجابوني البارحة في لقاء بوركينا فازو والجزائر لم تكن موجودة، ولو أنه ومعذرة للإخوان المنتخب الجزائري الذي لم يقدم مستوى كبير. نتمنى أن المنتخب الجزائري كان قدم مستواه طيب وكان تفوق البارحة، لكن مع الأسف لم يحدث هذا. ولو أن المنتخب الجزائري يعني ظلم بضربة الجزاء. ثم زبير بيا سيتم تغييره الآن وسيأخذ مكانه اللاعب قيس الغضبان إذا الرقم 10 يأخذ مكان زبير بيا تقريبا بعد 11 دقيقة لعب في الشوط الثاني، والنتيجة دائما هدف مقابل هدف بين تونس وكونغو الديمقراطية، وهذا سامي ترابلسي في اتجاه قيس الغضبان طارق ثابت سامي ترابلسي
وستة أمتار. بقية تحتياتي المنتخب التونسي اللي ما زالوا موجودين ثم محمد الكشر وأيضا سفيان الفقيه لعب الوسط، الكشر لعب مدافع، مهرز ديري نجدوه اليوم ضمن الاحتياطيين. في المباراة الأولى لم يكن ضمن الاحتياطيين لأنه وجهت له الدعوة في آخر يوم قبل التحول إلى مالي ثم بوركينا فازو من قبل سارفاني أثر الإصابة وغياب اسكندر السويح لاعب الوسط الذي ترك بصمات واضحة على مردود المنتخب التونسي، هو عبد السليم كنا أشرنا إلى ذلك، ثم العديد من الإخوان الصحفيين الأفارقة والأوروبيين وغيرهم تساءلوا أيضا على بعض العناصر التونسية الغير موجودة في التشكيلة وفي الوفد التونسي، أبرزهم عادل السليمي الذي بمحض اختيار منه لأنه لم يشارك مع فريق نونت الفرنسي وتحول إلى نادي من القسم الثاني بإسبانيا، وعادل السليمي ترك مكان كبير أيضا كبير جدا في صفوف المنتخب التونسي، وأكيد أنه عادل السليمي نتمنى أن يكون حاضر لنهائيات كأس العالم، يكون قدم للمنتخب الوطني التونسي مترشح لنهائيات كأس العالم بفرنسا 98، وأيضا على مستوى خالد بدر حاليا. خالد بدر لليمين قوية شوية، يعني تمريرة قوية اتجاهها طيب لكن قوية نسبيا من خالد بدر في اتجاه طارق ثابت، هذا بن سليمان والمحاصرة واضحة من متوسط الدفاع ماتومبا، الأسئلة وجهت بخصوص غياب الحارس الأول المعترف معروف في المنتخب التونسي شكري الوعر الذي كان حارس المنتخب الوطني التونسي في نهائيات كأس أفريقيا للأمم في جنوب أفريقيا، وأيضا الحارس الثاني للمنتخب زيتوني وعادل السليمي وعماد بن يونس اللاعب الذي كان سجل منذ دخوله في نهائيات كأس أفريقيا الأمم بجنوب أفريقيا، كان سجل الهدف الوحيد تاع المنتخب الوطني التونسي أمام منتخب غانا، وأذكر أن تونس كانت تنهزم بنتيجة هدفين مقابل هدف. ثم عماد بن يونس كان سجل أيضا في مباريات أخرى. جمال الدين الإمام أيضا تحدثت عنه الصحافة الأجنبية هنا وتساءلت عن غيابه، وهجوم لصالح المنتخب الكونغولي الديمقراطي، وهجوم سريع وخطير اعتزلوا الحمد لله كازونغو وتخرج كرة ستة أمتار، هذا هو كازونغو، وذكر أنه يلعب في نادي فيتا كلوب من الأندية البارزة في صفوف في الكرة الكونغولية زياد تلمساني، واللاعب الذي أصيب يتلقى في العلاج، وبن سليمان إلى قيس غزبان إلى حسن القفسي إلى اليمين، والتوزيع في اتجاه زياد تلمساني، زياد تلمساني مفروض دخوله الآن في حسن القفسي زميله يكفل له كرة ويتعسف طارق ثابت لأنه لو مرت الكرة كما يجب في اتجاهه لكان تقدم وجه لوجه مع الحارس كومبي، الإعادة للتصويبة الأخيرة لحسن القفسي والتصدي كومبي والركنية لصالح المنتخب التونسي، إذا توصل المنتخب التونسي للتسجيل والانتصار بهذه المباراة تكون نتيجة جد إيجابية للمنتخب التونسي، وسأفسر لماذا إن حصل ذلك، وهذا ما نتمناه بالطبع ونتمناه لكل المنتخبات العربية المشاركة
في نهائيات كأس أفريقيا الأمم بوركينا فازو. ولقطة من زاوية ثانية وهجوم خمسة مهاجمين أمام خمسة مدافعين، توزيع هناك تسلل والحكم يترك اللاعب لم يتفطن في الواقع إلى الحكم المساعد. تمر الكرة ثم وسط الدفاع شوشان ومخالفة يعني عليها الحكم ضد مهدي بن سليمان. مهدي بن سليمان صاحب الهدف الوحيد للمنتخب التونسي لحد الآن، جاء في دقيقة 31 من الشوط الأول، والهدف الوحيد لكونغو ديمقراطية جاء في دقيقة 36 من الشوط الأول عن طريق كيموتو شاحي. قيس الغزبان لإعطاء ربما الدفعة والحيوية المعروفة لقيس الغزبان. حسن القابسي تلمساني الشيحي ثم تمر حسن القابسي وهناك ضربة جزاء. شاهد طارق ثابت يطالب بضربة جزاء، الموقع بتاعنا لا يسمح بمشاهدة كل اللقطات. وحسن القابسي مجددا يوزع وتمر الكرة إلى قيس الغزبان. قيس الغزبان يرفع الكرة، قيس الغزبان دائما ثم حسن القابسي الشاحي وخروج الدفاع وحذري من الهجومات المعاكسة، حذري من الرد السريع عن طريق إيميكا وخالد بدرة شوشان. سامي الترابلسي تربنا بدقيقة 20 تقريب 25-16 دقيقة لنهاية المباراة وغير مركزة في هذه المرة. التمريرة تمريرة حسين القابسي في اتجاه المهدي بن سليمان. المنتخب التونسي أؤكد أنه بإمكانه الانتصار مجددا في هذا اللقاء، وانتصار الانتصار ولا شيء غير الانتصار بالنسبة لتونس، لأنه الوضع إذا ينتصر اليوم على هذا المنتخب الكونغولي يخلط عليه بثلاثة نقاط لكل منهما، وهنالك المباراة الثانية لليوم ستجمع غانا بالتوغو والتي ستدور في الملعب 4 أغسطس بنفس العاصمة وغادوغو في اتجاه مهدي بن سليمان. مهدي بن سليمان يحافظ على كرته ويمرر طيبة لكن طويلة قوية، تمرير طارق ثابت والتماس لصالح كونغو الديمقراطية. الإطار الفني والطبي وبقية اللاعبين صالحي الحارس الاحتياطي أيضا في صفوف المنتخب التونسي هو حارس النجم الرياضي الساحلي رضوان صالحي. فرصة هجوم خطير لكازونغو ويبقى فوق الميدان، نتمنى أنه لباس كازونغو و الشيحي يتلقى الكرة وتماس لحسين القابسي المنتخب. كان تلقى الكرة الشيحي من رياض البوعزيزي. خالد بدرة زيت لمساني قابسي طارق ثابت سراج الدين الشيحي طارق ثابت وهنالك إصابة طارق ثابت مجددا، نتمنى أنه لاباس. طارق ثابت كان أصيب أذكر في نهاية لقاء الجولة الأولى لنهائيات كأس أفريقيا الأمم أمام غانا في نهاية المباراة، والحمد لله أنه عاد لأنه عنده إصابة قديمة. وهنا تدخل المدافع واضح كيبنبا، وهذه التدخل فريد شوشان اللي كان اتجاهه نحو الكرة ولمس الكرة بالطبع ولم يلمس كاسونغا. المدرب يولو واتوندا مدرب المنتخب الكونغولي الديمقراطي المعروف كلاعب سابق، لعب في الستينات كمهاجم لفريق اس وزو بلو اسم النادي العصور الازرق اذا تمت ترجمت اسم النادي هذا الزايري انذاك، ولعب ايضا في فريق اخر وهو اسبوار دو كينشاسا امال فريق امل كينشاسا، و
وأشرف كمدرب على العديد من الأندية تنفذ المخالفة وتعود قيس غضبان. قيس الغضبان وهنالك في الواقع هنالك تسلل. هذا هو قيس غضبان اللي أخذ مكان زبير بيا، عمره 22 سنة، وهو لاعب ينتمي إلى النجم الرياضي الساحلي الذي كنت أشرت بشأنه في اللقاء الأول، أنه النجم الرياضي الساحلي وكذلك الترجي الرياضي التونسي كل منهما فاز بنجم بكأس إفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس، وترجي الرياضي التونسي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. سامي طرابلسي قائد المنتخب التونسي وتعود من بابوبا، هذا كاسونغو، وتوزيع الكرة من إيميكا تأتي بركنية لصالح المنتخب الكونغولي الديمقراطي. كنت أشرت لأنه الطقس اليوم ملائم لكرة القدم، خاصة أنه الأيام الأخيرة كانت حرارة شديدة 44 و 45 درجة حتى وصلت بعض الأحيان. توزيع وحناري، فرصة هدف تضيع على المنتخب الكونغولي الديمقراطي، والحمد لله والحمد لله. وفاء كرة مرة تمام تندوليا، تندوليا شوفوا التوزيعة مرة أخرى، يعني دفاع رغم الكثافة تقريب 6 مدافعين تونسيين ومن ضمنهم الحارس علي بوميجن، وكرة مرت ولم يتمكن تندوليا صاحب هدفي لقاء كونغو ديمقراطية والتوغو، وهدفين جاءوا عن طريق وهدفان أتا عن طريق ضربة جزاء، الأولى أولى ضربة جزاء وثانية كذلك ضربة جزاء، الثانية كانت في دقيقة 72 أمام توغو. الكرة دائما لمنتخب كونغو ديمقراطية، كونغو ديمقراطية اللي في الفترات هذه من هذا الشوط الثاني أخذ المباراة بفائدته بعد ما كان التفوق واضح للمنتخب التونسي سواء بصفة كلية في الشوط الأول أو في بعض فترات بداية هذا الشوط الثاني. ركنية أخرى وتجسم هذا التقدم المنتخب الكونغولي الديمقراطي في هذه الفترة من الشوط الثاني، تقريبا 25 دقيقة لعب في الشوط الثاني، 20 دقيقة لنهاية المباراة. وبطبيعة الحال التعادل تخدم مصلحة كونغو الديمقراطية التي ستتقابل في الجولة الثالثة والأخيرة لهذا الدور الأول لهذه المجموعة الثانية مع منتخب غانا، مخالفة لصالح المنتخب التونسي. بسرعة الحارس علي بومنيجل يرجع الكرة لمستوى استمتار على أساس أن الكرة فاتت الخط النهائي. خالد بدرة وسيمبا، هل هنالك تراجع بدني على مستوى المنتخب التونسي في هذه الفترة؟ نتمنى بالطبع لا، لأنه مهدي بن سيمان طارق ثابت طمع حسين قفشيته في الكرة ولا تصل له، وتحس على تابعه سلع المنتخب التونسي بسرعة. مهدي بن سليمان في اتجاه الشاحي، الشاحي حسن القبسي، مهدي بن سليمان، مهدي بن سليمان يحاول المراوغة، يوزع في اتجاه زياد التمثالي ولم يتمكن من أخذ الكرة. خالد بدرة هو تماس دائما لصالح تونس، يجب أن الضغط يتواصل هكذا لصالح تونس. أما اللاعب رقم 20 يلونغا بابينجي بادي بانغا، توزيع كرة زياد التمثالي وتحضير وتصويب لكن ترجع دائما لفئة المنتخب التونسي، ومخالفة ضد حسان القابسي، مخالفة ضد حسان القابسي. اللاعب رقم 20 سيأخذ مكان متوسط الهجوم تونديلوا، وأكيد أنه مدربه إيولو واتوندا غضب بسبب هذه الهجوم الأخير، وقيس غربان كنت يتصدى لها الدفاع. ثم رياض البوعزيزي حاول تغيير اتجاه اللعب، وكانت المخالفة لصالح المنتخب الكونغولي الديمقراطي ورقم 20. إذن
بيمبو انا كيبي رقم 20، لانه هنالك ورقه فيها اسم ورقه ثانيه فيها اسم ثاني، ونعتمد بطبع الورقه اللي تم مدنا بها قبل هذا اللقاء. بيمبو انا كيبي رقم 20 ياخذ مكان تونديليوا مابولا، وهو التغيير الثاني في صفوف المنتخب الكونغولي الديمقراطي. في حين ثم لاعب ثالث في صفوف المنتخب الوطني المنتخب التونسي يقوم بالحركات التسخينية الآن، هو ماهر الزديري يحمل رقم 15، سيتم إقحامه، وهو لاعب وسط له طابع هجومي، هو اللي خذا مكان اسكندر صويح اثر الاصابه. حسن القابسي يوزع، حسن القابسي مهدي بالتماس، قيس الغلبان وفرصه اخرى للمنتخب التونسي، وركنيه رقم 15. اذا ماهر الزديري ياخذ مكان رياض البوعزيزي تقريبا 28 كلام في الشوط الثاني. ماهر الزديري يلعب في صفوف النادي الافريقي، كان لاعبا اولمبي الباجي. تنفذ الركنيه بالراس من سامي الترابلسي، وتعود وابعاد الكره، والهجوم المعاكس كره طيبه من كاسونغو الى زميله كيبونغوي في اتجاه كاسونغو مجددا، مصدر خطورة كبيرة هذا كاسونغو، يتعدى من خالد بدرة ويصوب بعيدة، تصويبته بعيدة على مرمى علي بومنيجل. ثم التغيير كذلك الثالث الثاني الذي لم يتم بعد في صفوف هذا هو بامبو انا كيفي، مكان كنت اشرت له بيلوا تونديلوا، هذا هو صاحب هدفي المنتخب الكونغولي الديمقراطي اثر ضربتي جزاء امام توغو. والغلال تباع في الملعب. ماهر الزديري ودخول لاعب وسط هجومي يعطي فكرة واضحة للمنتخب التونسي، لأنه مثل ما كنت أشرت منذ بداية اللقاء لا خيار للمنتخب التونسي سوى الانتصار إذا يريد أن تبقى حظوظه كاملة للترشح للدور الثاني. حسن القابسي طيبة منه، يوزع حسن القابسي والدفاع، تأتي مرة أخرى بتماس لصالح المنتخب التونسي. الخمسة عشر دقيقة الأخيرة من هذا الشوط الثاني ومن هذا اللقاء. طارق ثابت زيادة لمساني، وخالد بدرة يفتح المساندة، خالد بدرة وماهر الزيري، يوزع ماهر الزيري والحارس يلتقط الكرة بامتياز كومبي أمام لاعبان من المنتخب التونسي وهما مهدي بن سيمان وسامي ترابلسي. فريد شوشان، زيري، ماهر الزيري تمر للشاحي، طارق ثابت، لا فائدة في التسرع والنرفزة. شاحي لأنه التحكم في الأعصاب في الأوقات الحرجة من الميزات الأساسية للاعبين ولأي فريق يريد الانتصار. نتابع هذا الهجوم، المنتخب الكونغولي يجيب ركنية،
اللاعب الكبير واللاعب الذي يتحكم في المباراة ويتحكم في الكرة عندما تكون بحوزته. هذه هي الصفات المثالية للاعب. أنه لاحظنا من خلال متابعتنا للشوط الأول أنه هنالك تخوف، هنالك خصوصا شاهدنا يعني بعض اللاعبين اللي أتيحت لهم فرص سمع التسجيل وأضاعوا الفرص، كان لذلك تأثير سلبي على مردودهم. وهناك تسلل واضح وبنيجي بسرعة في اتجاه قيس الغزبان، حسن القابسي، حسن القابسي لو وضع يتقلل هاي هذه الفرصة تاع المنتخب الوطني التونسي. زيد الزري والهدف الثاني، الهدف الثاني لزيد الزري والمنتخب الوطني التونسي، هدف جاء في وقت ممتاز. زيد الزري والإصابة الثانية لصالح المنتخب الوطني التونسي تقريبا 35 دقيقة في الشوط الثاني. زيد الزري الذي أخذ مكان فوزي الرويسي يسجل الهدف الثاني لصالح المنتخب الوطني التونسي المتفوق الآن بنتيجة هدفين مقابل هدف. والإعادة كرة ممتازة وطبعا غلطة واضحة من دفاع كونغو الديمقراطي. وزيادة التمساني رغم وجود زملائه الجنبو لكن شاهد وضع الحارس كومبي الذي كان ربما ينتظر وكان حاضر من الجهة اليمنى فسدد كرته في الجهة اليسرى. ووجود الحكم الأجيومي في موقع واضح وممتاز وأيضا مساعد الحكم المساعد كان يتابع العملية بامتياز ولا وجود لتسلل رفعا لكل التباس قد يحصل. كرة إذن طيبة ومهدي بن سيمان، مهدي بن سيمان لك الكرة خرجت. 76 دقيقة لعب حسب التوقيت الإلكتروني. و توصيات لقيس غلبان للتغطية بطبع. يعني قلت المنتخب التونسي إذا فوز، وهذا ما نتمناه بطبع من كافة الأعلاق وفي كافة البلدان العربية التي تتابع هذا اللقاء، أنه يكون انتصار هام وهام جدا بعد الهزيمة من منتخب غانا اللي قلت قدمت مباراة كبيرة وتركت انطباعات جد ممتازة. وحسب من كل من تابعوا لقاء تونس وغانا اعتبروا اللقاء هذا أحسن لقاء لحد الآن، وبدرجة أقل هنالك لقاء أيضا الكوت ديفوار وأيضا جنوب أفريقيا انتهى بنتيجة تعادل هدف مقابل هدف بين المنتخبين. حذري من الهجومات المعاكسة للمنتخب الكونغولي. طارق ثابت وهنالك تغطية كبيرة مكثفة من الدفاع التونسي. دائما الكرة لصالح المنتخب الكونغولي واحتكاك الكرة، المحافظة على الكرة، زيادة المساني إلى حسن القابسي، حسن القابسي يمر ويتحصل على مخالفة، التحكم في الكرة. هنا تأتي الخبرة، قلت اللاعب الذي بإمكانه أنه يتحكم في كورته، أنه يعرف الأوقات اللازمة للمحافظة على الكرة. المصور المعروف العربي التونسي البشير المندوبي، المصور الجوالة والراية التونسية متواجدة بكثافة في الملعب البلدي بواغادوغو. والحكم المدرب علي السلمي وهوري كاسبرزاك وحوار، وثم إصابة اللاعب تمنوا أنه يكون لباس لاعب المنتخب الكونغولي الديمقراطي. إيقاف المباراة في أوقات مثل هذه في تمكن المنتخب التونسي أنه يتنفس، أنه يأخذ يتحكم في أعصابه أكثر. وهنا المدرب المساعد الكونغولي يولو واتوندا يعرف أنه هزيمة اليوم ستكون قاسية بالنسبة لي. لماذا قاسية؟ لأنه انتصر منتخب كونغو ديمقراطية على توغو بنتيجة هدفين مقابل هدف وله 3 نقاط. إذا اليوم ينهزم وهذا ما نتمناه طبعا بكل روح رياضية نتمناه، لأنه هناك ممثل عربي هنا أمامنا. حسن القابسي إلى طارق ثابت، طارق ثابت يوزع، طارق ثابت اتجاه زيادة المساني والحارس. قلت يعرف أنه إذا ينهزم
يجعل من المنتخب التونسي يعني يعود في السباق بجدية. المنتخب التونسي سيتصرف اليوم هذا بنتمناه سيتحصل على التصفيات ويخلط على المنتخب كونغو ديمقراطية اللي عنده ثلاث نقاط. واليوم التوغو يتقابل مع غانا، ومبدئيا وعلى الورق يعني مفروض أن غانا على الورق في كرة القدم لا وجود على أشياء على الورق، لكن تصورات مبدئية أولية ممكنة في كرة القدم. يعني إذا تتفوق غانا على التوغو، التوغو تكون غادرت نهائيا السباق، وسيكون لقائها مع المنتخب التونسي في اللقاء الأخير الجولة الثالثة لهذا الدور الأول. يعني ماتي بنزيما بطريقته، ماتي بنزيما يحاول يتحصل على الركنية، فرصة هدف ثالث للمنتخب التونسي وتسجيل أهداف أخرى للمنتخب التونسي إيجابية للغاية بالنسبة لفارق الأهداف للمنتخب التونسي لها حسابها. نذكر أن المنتخب التونسي في المباراة الأولى كان نزم بنتيجة هدفين لصفر، وقلت منذ البداية ومنذ النقل للمباراة الأولى أن الهدف الثاني يعني انعكسته سلبية، لكن الحمد لله الآن إذا ينتهي هذا اللقاء مثل ما كنت أشير بتفوق المنتخب التونسي تتغير الأمور، وحسن القابسي والحارس كومبي واليوم حق كل شيء كان ملائم، الطقس، الملعب ملعب صغير أصغر من ملعب 4 أغسطس بمدينة واغادوغو العاصمة بوركينا فازو التي تحتضن هذه النهائيات كأس افريقيا للأمم 98. و خالد بدر في التماس، التوقيت أمامنا 9 دقائق وحذري فرصة للمنتخب الكونغولي، والحمد لله أن عادت من الدفاع قيس غلبان. حسن القبسي يحاول المحافظة على الكرة، حسن القبسي يتحسن على تمسي فيبدو الحكم المساعد والحكم الرئيسي يشير التمس صالح كونغو ديمقراطية، والتوزيع دائما لفائت الكونغو الكرة كازونغو، وتمس آخر للكونغو، وهنا لاعب آخر يستعد للدخول وهو اللاعب بازومبا إيبوتيلي، ترجع من سامي ترابلسي طويل القامة ويحذق اللعب الكرات العالية وباهية من عن زيادة المسالي، سحب الهدف الثاني وحذاري وجوم لصالح الكونغو الديمقراطية عن طريق اللعب وتوزيعه وخروج موفق لعلي بومليجن لهذه الكرة العالية. علي بومليجن يختطف كورتو وهنالك تماس مخالفة عفوا لصالح المنتخب التونسي، وأشاهد في اللاعب رقم 15 يستعد للدخول رفقة الحكم المعاون وهو الحكم الجنوب أفريقي إيان ماكلويد. مخالفة، وهذا الحكم الجنوب أفريقي اللي كان دار مباراة تونس وغانا ورقم 15. إذن 7 دقائق قبل النهاية يأخذ مكان كيزومبي رقم 3 بازومبا الهلال دائما متواجدة في الملعب لاناناس وغيرها من الهلال المتواجدة بكثرة هنا في بوركينا فازو. واليوم هنالك سحب كثيفة ومرتفعة، الأضواء الكاشفة تشتعل منذ نهاية الشوط الأول، والشيحي طيبة من الشيحي مهرزيري أراد أن يوجه الكرة فكرته طيبة لكن تصويبة غير قوية. الدفاع ماتومبا ترجع
من سامي الترابلسي وضعف، لكن سامي الترابلسي متواجد موجود. زيد التمثالي يخرج كرة برأس ممتازة ومخالفة لسرح منتخب تونس. ماهر الزيري، ماهر الزيري ذكركم أنه أخذ مكان البوعزيزي تقريبا في 26 دقيقة لعب. هذا هو ماهر الزيري، لعب وسط متقدم. عندما يكونوا لاعب وسط متقدمين ومتواجدين في التشكيلة يساعدوا كثير الهجوم. وجيت تمثالي بالرأس فوق مرمى كومبي الأعلام التونسية وأحباء المنتخب التونسي في الصورة، وفي الصورة الآن اختطاف الكرة من زيد التلمساني صاحب الهدف الثاني صراحة المنتخب التونسي المتفوق لحد الآن بنتيجة هدفين مقابل هدف. زيد التلمساني والأسبقية كانت لفائته تلعب الكرة، لكن الحكم سيطلب من زياد التمثالي إرجاع الكرة إلى مكان المخالفة. سامي الترابلسي، ويجب على المنتخب التونسي التحكم بدرة في اتجاه زياد التمثالي بالرأس وضيع أضاع اتزانه ووقوفه فوق الميدان. زياد التمثالي قلت يلعب الكرة بامتياز بالرأس، و 35 سنة وهو أكبر لاعب في صفوف المنتخب التونسي زياد التمثالي. مهدي بن سليمان، ماهر الزيري، مهدي بن سليمان و خالد بدرة باهي منه تعود الكرة. خالد بدرة، خالد بدرة يستعد التصويب، يصوب معروف كذلك بالتصويبات القوية، وسجل العديد من الأهداف مع المنتخب التونسي من ضمنها أهداف في تصفية كأس العالم، وذكرنا بهدف كان سجله في ناميبيا أمام منتخب ناميبيا، لأنه ناميبيا كانت موجودة ضمن نفس المجموعة مع المنتخب التونسي ومنتخب المصري، المنتخب المصري ومنتخب ليبيريا في تصفية كأس العالم. وهناك أن المنتخب التونسي مترشح لنهاية كأس العالم فرنسا 98، 20 سنة بعد الترشح الأول للمنتخب التونسي لنهاية كأس العالم. المرة الأولى كان عام 1978 بالأرجنتين، ونتائج إيجابية للكرة التونسية في السنوات الأخيرة، بالتحديد منذ هنالك مخالفة يشير لها أو يشير الحكم الأثيوبي كيني تيبيبو، تأتي بمخالفة ثانية. دائما المخالفة لصالح المنتخب الكونغولي الديمقراطي. كل عناصر المنتخب التونسي أمام حارس مرميهم، وهذا طبيعي أن المنتخب التونسي يريد المحافظة على الانتصار في هذا اللقاء، واللاعبين على بنك الاحتياطيين أيضا شاهد في الحارس الاحتياطي الصالحي رضوان الصالحي يأتي في التوصية الزملاء والوقوف، وتمر الكرة وعلي بومليجل، علي بومليجل يتصدى لهذه التسويبة طويلة في اتجاه طارق ثابت. طارق ثابت في حوار مع المدافع كي بونغوي، وشوشان فريد شوشان مرة ثانية بالرأس، وسامي الترابلسي الدفاع. هناك رغبة واضحة من المنتخب التونسي للمحافظة على النتيجة. أذكر مجددا بتفوق المنتخب التونسي. الدقائق الأخيرة والمنتخب التونسي عن طريق حسن القابسي، حسن القابسي في اتجاه ماهر الزيري، وماهر الزيري ضغط على المنافس في منطقته. طيبة كيبونغوي، لأنه الكرة الأولى إذا يتمكن أي فريق أو أي منتخب من التحكم فيها، ماهر الزيري مباشرة إلى الحارس كومبي، كومبي إلى سيمبا، و
طارق ثابت. عفوا خالد بدرة. ثم كازونجو والتماس او مخالفة. الحكم المساعد يشير الى مخالفة. مخالفة لصالح المنتخب الكونغولي الديمقراطي. لصالح إيميكا وماري كاسبرزاك وعلي السلمي. يعطيه في التوصيات واختطاف الكرة بالرأس من سيمبا. والحمد لله بعيدة على مرمى لبوميجن. سيمبا قائد المنتخب الكونغولي. التصفير بدأ من المدارج للإعلان عن نهاية المباراة. المنتخب التونسي متفوق دائما بنتيجة هدفين مقابل هدف. الوقت بدل رائع مثل ما تشير ذلك في أعلى الشاشة على اليمين. دخلنا في الوقت بدل رائع والمنتخب الوطني التونسي منتخب تونس متفوق على منتخب كونغو الديمقراطي بنتيجة هدفين مقابل هدف. الهدف الأول جاء عن طريق المهدي بن سليمان في الدقيقة 31، والهدف الثاني جاء عن طريق زياد المساني في حدود 30 دقيقة لعب، في حين هدف التعديل جاء في الدقيقة 36 من الشوط الأول عن طريق كيموتو زياد المساني الذي أخذ مكان فوزي الرويسي اللي تأثر فوزي الرويسي بضربة الجزاء التي أهدرها في حدود الدقيقة 15 من الشوط الأول، وأتيحت له فرص أخرى لكن معليش فوزي الرويسي. أكيد أنه هذا الانتصار إن شاء الله يتأكد إن شاء الله التواصل التفوق المنتخب التونسي يعود إلى اللعب كما يجب من زياد المساني إلى المهدي بن سليمان، وتعود للمنتخب الكونغولي عن طريق كيموتو. ومخالفة لصالح المنتخب الكونغولي. دقيقة و 18 ثانية في الوقت بدل رائع. وككل أحباء المنتخب التونسي هنا في ملعب البلدي بواغادوغو أو في كافة البلدان العربية التي تلتقت هذا اللقاء عن طريق اتحاد إذاعة الدول العربية، أكيد أن تنتظر في سفارة الحكام ما داخل المنطقة. والشيحي مباشرة في التماس مهدي بن سليمان يشير إلى الحكم أن الوقت فات. وتوزيع أخيرة حذاري علي بومليجن. علي بومليجن ومخالفة فاتو دقيقة في الوقت بدل رائع. وبكل صراحة شاهدنا توقيف لعب في هذا الشوط الثاني. هناك في منافسين تقريبا إصابات تعرض لها سواء لاعب من المنتخب التونسي أو لاعب من المنتخب الكونغولي، لكن الآن الوقت يبدو لي انتهى وننتظر في الإعلان عن نهاية المباراة عن طريق الحكم الأثيوبي السيد تيبابو كيني الذي يشير إلى مخالفة صالح المنتخب التونسي. والمنتخب التونسي الذي في حالة انتهاء المباراة وهذا ما سيتم بإذن الله متفوق سيتحصل على 3 نقاط وسيلتحق بالمنتخب الكونغولي الديمقراطي. منتخب التونسي في الجولة الأخيرة سيتقابل مع منتخب التوغو، وكونغو الديمقراطي سيتقابل مع منتخب غانا. خالد بدرة وتمر الكرة ويعود خالد بدرة إلى الحوار وتمر الكرة إلى زياد التمساني يتحكم في الكرة. مهدي بن سليمان لابد من التحكم بالكرة والحصول على مخالفات والمرور بالكرة لملا مهدي بن سليمان. مهدي بن سليمان يمر يزيد يمر مهدي بن سليمان يحافظ على كرته ويصوب بعيدة كل البعد على مرمى كومبي. وربحا للوقت والوقت 3:30 ولابد أن يعلن الحكم الأثيوبي السيد تيبو موكيني عن نهاية اللقاء. طويلة الكرة في اتجاه إيميكا وتعود من خلف مغربها منه سامي ترابلسي. انتهى الوقت سيدي الحكم ولست أعرف ماذا يفعل الآن. سامي ترابلسي بالرأس وممتازة من قيس الغربان في اتجاه الدقيقة 5
قيس الغزبان مشتتا، والحكم الاثيوبي يواصل اللعب. المفروض سيدي الحكم الوقت انتهى. بالطبع الوقت الحكم الرئيسي هو الذي يعلن عن النهاية، لكن توزيع حذاري. هناك لمسة يد واضحة تعود إلى تصويب عن إيمو منيجن في الركنية. فرصة وطيبة من الحارس عن إيمو منيجن، وذكر أنه التحق مؤخرا بالفريق الفرنسي باستيا من الدرجة الأولى، ويحاول كرة الركنية. وتجاوزنا 5 دقائق لعب. تونفر وبومنيش مجددا، ركنية أخرى، والأستاذ تيبو بوكيني مواصل للمباراة، وعليه أن يعلن على النهاية مجددا. هنالك مخالفة ويتواصل لعب. مخالفة ضد مهاجم من المنتخب الكونغولي الديمقراطي، وفي هذه الآونة بالضبط يعلن الحكم الأثيوبي عن نهاية المباراة بتفوق المنتخب التونسي على المنتخب الكونغولي الديمقراطي بنتيجة 2-2. على كل بخلاصة أقول أن المنتخب التونسي بالانتصار هذا يدعم رصيده هذه المجموعة رغم انهزامه في المباراة الأولى، وقد يعود بقوة في هذه المباريات. وهناك العديد من الملاحظين الذين يتصورون أن المنتخب غانا ومنتخب تونس سيتقدمون بشكل كثيف لنهائيات هذه الكأس الأفريقية للأمم. هذا الهدف الثاني لزيادة تلمساني. أذكر بالأهداف بسرعة، إذا مهدي بنسيما في الدقيقة 31، 36 دقيقة من الشوط الأول كيموتو عدل النتيجة لكونغو الديمقراطية، وزيادة تلمساني الذي أخذ مكان فوزي الرويسي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 32 بهدفين مقابل هدف. إذا العود سيداتي وسادتي من ملعب البلدي بوغادوغو، يحييكم سيداتي وسادتي في كامل الوطن العربي مع أجمل تحيات كامل وفد اتحاد الدول العربية، ومتابعة شيقة لبقية المباريات، وإلى اللقاء.